بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مولاه. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا اللقاء المبارك الذي أسميه لقاء الإسناد، لقاء السلسلة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان ارتباطنا أول ما كان بسيدنا سيدي نور الدين الدكتور علي أمعة، كان ارتباطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيناه وارثا محمديا تعلقنا به تعلق الغريق بطوق نجاته. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طوق النجاة، سفينة النجاة، فعلماؤنا هم طوق النجاة. فإن لكل سفينة طوقا وأطواقا للنجاة، بهم تنقذ هذه السفينة الغرق من المهالك. نحن في حياتنا نتعرض للمشكلات وللأفكار وللمتاعب وللآلام وللأوجاع، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منقذا لنا من كل ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله هاديا، وجعل رسول الله رحمة للعالمين. فإذا سألوك من سفينة النجاة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كهف العباد، وهو الذي به نركن لدخول جنة الوصل لله سبحانه وتعالى. ويأتي العلماء ورثة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في نجاة الأمة من الهلاك ومن الضلال ومن الظلمات، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيهم سرا من أسرار يخرجنا به من الظلمات إلى النور، من ظلمات أنفسنا ومن ظلمات حولنا وقوتنا إلى نور لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الحكاية، حكاية سلسلة وحكاية نجاة، حكاية سلسلة إذا اهتزت عند سيد نور الدين، وجدنا هذا الاهتزاز عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهي سلسلة متصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعلنا نسمي المعاني العلمية التي تبناها سيد نور الدين مدرسة، لأننا نريد أن نبين المعلم لنا وهو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مدرسة الجيل فيها هو جيل الذي في الإسناد. فإن كنا مثلا نحن بيننا وبين حضرة النبي 22 واسطة، فنحن الجيل 23 من أجيال هذه المدرسة. إذن فنحن جيل من أجيال هذه المدرسة المحمدية. وإذا وضعنا عنوانا لهذه المدرسة بأنها مدرسة سيدي نور الدين الإمام العلامة، فنحن نجعل لها عنوانا يعبر عن هذا الجيل، عن الجيل الذي تحمل أمانة أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وأنا سأحاول أن أختصر الكلام اختصارا نظرا للوقت، ضيق الوقت، وسأسرد عليكم سمات هذه المدرسة حتى تراهوا هذه السمات في عملكم في خدمة المدرسة بعد ذلك. أنا جمعت حوالي، أنا مهتم بجمع السمات دائما للمدارس. فعندما سألوني لماذا نحن مذهبيون مثلا، جمعت 35 سببا لنعبر لماذا نحن مذهبيون. هنا جمعنا سمات للمدرسة تصل إلى 30 سمة، أنا سأذكر بعضها. أول هذه السمات،
أول سمات هذه المدرسة، ولابد أن تحفروها في أذهانكم. أول سمات هذه المدرسة ماذا؟ أول سمة من هذه المدرسة أنها تعتبر القرآن كتاب هداية، كتاب هداية للعالمين، ولا تجعله كتاب هداية للمسلمين فقط، ولكن تجعله كتاب هداية للعالمين. ولذلك تحب أن تسمع كل الناس آيات القرآن الكريم، وتحب أن يتعرف الناس على ما في القرآن الكريم من معاني. لماذا؟ لأنها ترى ماذا؟ أن القرآن كتاب هداية للعالمين، وعلى ذلك تتبنى مفهوم أن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، وهذا يجعل القرآن كتابا للعالمين. فهي تتبنى أن الكتب السماوية ثلاثة كتب: العهد القديم وهو التوراة، والعهد الجديد وهو الإنجيل، والعهد الأخير وهو القرآن. ولماذا هو العهد الأخير؟ لأنه للعالمين. ونؤمن بأن يظل القرآن للناس جميعا لكي ينتفعوا به جميعا. ولذلك قلنا بثلاثة معاني في هذه المدرسة. قال سيدي نور الدين بنظرية النسخ. وما المقصود بنظرية النسخ؟ المقصود بنظرية النسخ معنى أشبه بالنسان، بأن القرآن لا تذهب آية من آياته، تبقى آياته كلها لم ينسخ منها شيء، ولكن يحدث ما يسمى بالنسان، أن تؤخر آية لحين توفر ظرفها. فالآيات تأتي للظروف، فإن القرآن نزل منجما. ولماذا نزل القرآن منجما؟ نزل القرآن منجما لمراعاة ظروف الناس ومراعاة أحوالهم. إذن جاء القرآن لصلاح الناس، ولذلك بعض الآيات لا تكون صالحة لظرف معين، فلا نقول فيها بالنسخ، ولكن نقول فيها بماذا؟ بالنساء. نقول فيها بماذا؟ بالنساء. وكذلك جدد سيدي نور الدين مفهوم المحكم والمتشابه، فجدد مفهوم المحكم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. صح؟ أم الكتاب بمعنى أن هذه الآيات لم تأتي في كتاب آخر، فالمحكم هنا هو ما أتى به القرآن ولم يأتي في كتاب آخر. طب المتشابه له معنى عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثانية متشابهة، ما معنى؟ أن آياته يعضد بعضها بعضا، ها؟ فيبقى متشابه هنا يعني إيه؟ متعاضد، ليس متنافرا. طيب، وفي قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. المتشابه هنا هو ماذا؟ هو المتشابه هنا هو ما تشابه مع الكتب السابقة، فهم يقولون نكتفي بما ورد في الكتب السابقة ولا نأخذ بهذا القرآن. هذا المعنى الواضح لقضية المحكم والمتشابه تجعل المسألة واضحة. يبقى المحكم هو ما جاء في القرآن ولم يأتي في إيه؟ ولم يأتي في الكتب السابقة. والمتشابه إما أن يكون المتشابه بمعنى المتعاضد، فالقرآن يشابه بعضه بعضاً، ها؟ وكذلك القرآن يشابه بعض الكتب السابقة. فالقرآن الذي يشابه بعضه بعضا منه ما يؤكد الكتب السابقة، فهو يعاضد الكتب السابقة ويتعاضد فيما بينه. يبقى المتشابه في القرآن منه ما هو متشابه بمعنى متعاضد، فالقرآن كله متشابه. يعني إيه القرآن كله متشابه؟ كله متوافق متعاضد. والقرآن كله محكم. يعني إيه كله محكم؟ بأنه ليس فيه آية ليست مقطوعا بها، وليس فيه آية بهذه الطريقة يمكن أن تتغير. فكل آيات القرآن ثابتة، وكل آيات القرآن متعاضدة وليست متخالفة. هذا كلام جديد في قضية المحكم والمتشابه.
هو تحرير لكلام قديم للفقهاء، ولكن اختيار هذا الكلام وتثبيته هو كلام جديد لهذه المدرسة. ممكن نجد كمان من سمات هذه المدرسة القول بالدلالة المستقلة، القول بالدلالة الايه؟ المستقلة. ما معنى القول بالدلالة المستقلة؟ نحن أولا قبل ما نقول بالدلالة المستقلة، من سمات هذه المدرسة أنها تقول أن القرآن كالكلمة الواحدة، يبقى كالكلمة الواحدة يعني متشابه، كله متشابه يعني كله متعاضد وكله محكم، ليس فيه شيء مشكوك فيه، صح؟ طيب ده معنى إيه؟ أن القرآن لتعاضده كالكلمة الواحدة، القرآن كالجملة الواحدة، القرآن كالجملة الإيه؟ كالجملة الواحدة. طب معنى أنه كالجملة الواحدة هل يمنع أن نقول باستقلال الدلالة؟ يعني إيه باستقلال الدلالة؟ أن نأخذ كل آية ونستطيع بها أن نخرج بمعنى منفردا نستفيده في الحياة. من ذلك خرج ما يسمى بالمبادئ القرآنية، بسبب استقلال القول باستقلال الدلالة خرج القول بالمبادئ القرآنية. مثل ماذا؟ أنتم تعرفون أن قوله تعالى والصلح خير ورد في سياق الإصلاح ما بين الزوجين، صحيح؟ لكن نستطيع أن نأخذ والصلح خير مبدأ عاما في كل الحياة. هل يستطيع أحد أن يأتي ويقول يا مولانا ده ورد فين؟ ورد في مسائل الأحكام الأسرة فنقيده بأحكام الأسرة؟ لا، ولكن سنؤمن بماذا؟ باستقلال الدلالة. فإذا آمنا باستقلال الدلالة ماذا؟ سنأخذ هذا الآية ونجعلها ماذا؟ معنى عاما، كقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنجعله معنى عاما. وهكذا هناك مبحث كبير يسمى بمبحث المبادئ القرآنية. من كتب؟ يبقى عندنا ماذا؟ أول شيء القرآن كتاب هداية، ثاني شيء القول بنظرية النسخ والمحكم والمتشابه، ثالث شيء ماذا؟ القرآن كالجملة الواحدة، خامس شيء ماذا؟ القول باستقلال الدلالة، ومن رحمها خرج القول بالمبادئ القرآنية. طيب كمان القول بترتيب المقاصد، فهذه المدرسة تتبنى الترتيب الذي ذكره بعض الأئمة كالإمام القرافي وأشار إليه العز بن عبد السلام وعدد من الأئمة، وهو أن نرتب المقاصد ترتيبا تجعلنا نستطيع أن نقدم الإسلام بصورة لافتة للنظر. هو أن نرتب المقاصد هكذا: أن نبدأ بحفظ النفس، ثم نثني بحفظ العقل، ثم نثلث بحفظ الدين، ثم نربع بحفظ المال العرضي، ثم نختم بحفظ المال. وهذه الطريقة طريقة إنسانية في عرض الدين. فلماذا نرتب المقاصد؟ أنتم تعرفون أن ترتيبا يكاد أن يكون مشهورا هو تقديم حفظ الدين ثم حفظ النفس. فلماذا قدمنا حفظ النفس؟ لأننا لو كنا نتكلم عن الشريعة لابد أن يكون هناك إنسان، ثم يصير هذا الإنسان مكلفا، فلابد من عقل حتى يؤدي الأحكام التي هي الدين، حفظ الدين، ثم بعد ذلك يحفظ عرضه، ثم بعد ذلك يحفظ ماذا؟ يحفظ ماله، هكذا. فهذه الطريقة تسمح لنا أن نعرض هذا على الناس. فمثلا عندما نتكلم على أن هذا الدين ترتيب المقاصد به حفظ النفس، نستطيع أن نقول للإنسانية كلها: نحن معكم فيما يتعلق بحفظ النفوس ضد أي نوع من أنواع التعدي على النفوس. فيقدم الإسلام بصورة لافتة للنظر. هل هذا هو السبب؟ لا، السبب أن هذا موافق للعلم. فعلى سبيل المثال، ما الذي يجعل، ما الشبهة التي تجعل الناس يرفضون هذا الترتيب؟ الجهاد، يقولون أن الجهاد فيه تقديم للدين على حفظ الإيه؟ على حفظ النفس. هذا خطأ، لأن مفهوم الجهاد في الحقيقة هو حفظ النفس. نحن لم نجاهد، الأمة لم تجاهد تعديا، لم نتعدى على أحد. يعني عندما كنا نذهب لنفتح بلدا لم نكن نفتح البلد لأننا نريد أن نقتل من فيها،
نحن نفتح البلد بمعنى ماذا نفتح البلد؟ نطلب من هذه البلد أن تتبادل ثقافيا معنا، فلو سمحوا لنا بأن ننشر ثقافتنا وأن نتبادل الثقافة لا نحارب ولا نقاتل. فلم يكن الجهاد في أصله جهاد تعدي، هذا هو اللون الأول الأشهر في مسألة الجهاد. اللون الثاني هو جهاد الدفاع، أن نذهب لندافع عن المظلومين. إذن لم يكن الجهاد في الأساس هو تضحية بالنفس، ولكن كان الجهاد ماذا؟ حفاظا على النفس. إذا كنا ندافع عن المظلومين فنحن نريد أن نحافظ على النفس، وهذا يتسق بشدة مع قوله تعالى لا إكراه في الدين. يعني لم يكن الجهاد نذهب به لنكره الناس على الدخول في دين الإسلام، ولكن لننقذ النفوس المظلومة من ظلم الظالمين، وننقذ النفوس الضائعة والضالة من ظلام الظلمات. إذن لم يكن الجهاد في الحقيقة تعديا، ودليل ذلك التطبيق العملي لرسول الله. لم يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج على أهل مكة الذين هم أشد الناس كفرا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الأعراب الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البلدة التي أخرجت والتي عندها بيت الله الذي لابد أن يطهر من الأدناس. ولم يجاهد مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيالهم إلا عندما نقضوا العهد فتعدوا على النفس عندما قتلوا هوازن. عاهدهم رسول الله في الحديبية فلما تعدوا على النفس أصبحوا ظالمين قاتلين للنفوس، فماذا؟ فذهب لفتح مكة. وكل الغزوات التي كانت قبلها كان رسول الله يغزى ولا يغزو. فأين أحد؟ في المدينة. هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة؟ أبدا. أين بدر؟ أين بدر؟ في المدينة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان يدافع عن نفسه في كل غزواته. فغزوة بدر وغزوة أحد كان رسول الله ماذا يفعل؟ يدافع عن نفسه، ولا كان يتعدى على أحد، لا، بل كان يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لابد أن احنا نفهم ده. إذا لم يكن الجهاد ماذا؟ لم يكن الجهاد محاولة لإدخال الناس في الدين، ولكن كان الجهاد رفعا لظلم الظالمين. هذا لابد أن تفهم هذا يا سادة. تاني، لم يكن مقصود الجهاد أن ندخل الناس رغما في الدين، ولكن كان الجهاد ماذا؟ أن ندفع الظلم عن المظلومين بأن نرد ظلم الظالمين. هذا هو الجهاد عندنا. فلما نقول حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ الدين ثم حفظ العرض ثم حفظ المال، يكون هذا الكلام كلاما مناسبا واضحا. هذا هو الترتيب الذي تتبناه المدرسة. لماذا؟ لعرض المقاصد. أيضا هذه المدرسة تهتم بالتراث اهتماما بالغا، ولكن تهتم بالتراث بطريقة معينة، فتهتم بالتراث فتهتم بمناهج العلماء ولا تهتم بمسائلهم، ويؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أنها تتبنى ما يسمى بالاختيار الفقهي من الفقه الوسيع. هي نعم تلتزم المبادئ إيه؟ هي نعم تلتزم الإيه؟ تلتزم المذاهب الأربعة السنية، ولكنها تختار من هذه المذاهب. وهذا مهم لأهل جنوب شرق آسيا. لماذا هو مهم لأهل جنوب شرق آسيا؟ أنتم حياتكم تتغير، أنتم لابد أن تحافظوا بقدر ما استطعتم على شافعيتكم، لكن إذا طلب منكم التغيير ووجدتم أن الحاجة تضطركم إلى ذلك، كما أن في أهل ماليزيا الآن يفكرون في سن قانون للاختيار من المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأن المسألة صارت متسعة. مدرسة الإمام العلامة تساعدكم في ذلك، لأنها لديها خبرة في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ الاختيار من الفقه الإيه؟ من الفقه الوسيع. احنا عندنا 80 مذهب فقهي، لكن عندنا 4 مذاهب فقهية. فين؟ في مذهب أهل السنة. ولذلك تجدنا نتكلم على ما يسمى بالاختيار الفقهي.
ليس التلفيق ولكن اختيار ما بين المذاهب بناء على قواعد تتعلق بالمقاصد، تتعلق بالمصالح، تتعلق بالأقوى دليلا، تتعلق بالأنسب لحياة الناس، تتعلق بالأصلح، كل هذا تتعلق بالمآلات، تتعلق بالدلالات. فهذه مدرسة أيضا عندها ما يسمى بالاختيار الفقهي، بالاختيار الفقهي من الفقه الايه الوسيع، من الفقه الايه الوسيع، ولذلك تهتم بالفقه بهذه الطريقة. هذه المدرسة أيضا تتبنى مبدأ رائعا وهو توليد العلوم، توليد العلوم، أن نولد علوما جديدا. والفقير من لأنني من أهل هذه المدرسة فولدت علم اجتماع الفتوى وعلم إدارة الفتوى وعلم نفس الفتوى وعلم إعلام الفتوى، علوم جديدة. وقد أشار سيدي نور الدين إلى علوم الخطاب الديني كذلك، فسرت في هذا السياق وتكلمت عن علم إدارة الخطاب الديني، وأخرجت بحثا عرضته في إحدى المؤتمرات في الكلام عن مؤشرات الخطاب الديني، وهذا جديد، هذا كلام جديد في، ولكن هذه هو ما تفعله المدرسة. في هذا السياق، في هذا السياق، سياق التجديد، تجد جملة من الأشياء الجديدة التي أتت بها المدرسة في سياق توليد العلوم، منها مثلا أن تأتي المدرسة فتصيغ شيئا قديما لإعادة عرضه للعقل المسلم بعام. مثل ماذا؟ مثل ما صاغه الإمام العلامة سيدي نور الدين فيما يتعلق بالنظريات الأصولية السبعة، جعل أصول الفقه في شكل نظريات سبع يمكن أن يستخدمها العقل المسلم في كل أموره. النظرية الأولى النظرية الأولى هي نظرية ماذا؟ نظرية الحجية. نظرية ماذا؟ الحجية. فنخرج بها من أن الحجة في ديننا هو الكتاب والسنة، ثم لما نجد السنة سنحتاج إلى ماذا؟ أن نبحث في الحديث الأحاد، فتكون النظرية الثانية هي نظرية التوثيق. طيب خلاص عندنا الحجة الكتاب والسنة ووثقنا السنة الأحاد، نأتي بعد ذلك إلى نظرية ثالثة وهي الفهم والدلالة، نظرية الفهم والإيه؟ والدلالة. طيب فهمنا، ولكن فهومنا ظنية، أن من الممكن أن نقلل نسبة الظني فتأتي نظرية تحويل الظن إلى قطعي فيظهر دليل الإجماع، عندنا الكتاب السنة الإجماع، ثم بعد ذلك نجد أن الإجماع لا يوفي حاجة الناس فتظهر النظرية الخامسة وهي نظرية الإلحاق التي تأتي بدليل القياس، ثم تأتي النظرية السادسة وهي نظرية ماذا؟ نظرية الاستدلال، هو أن نبني الأحكام الفقهية على معاني عامة وإن لم تكن أدلة متفقا عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فتأتي كل الأدلة المختلف فيها، ثم يأتي بعد ذلك الإفتاء وهو تنزيل النص على الواقع، فنأتي فنجد بقى ما يسمى بتحقيق المناطي وما إلى ذلك. ما الذي نريد أن نقول هنا؟ أن ما زال العلم يحتاج إلى جهد، وإن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، ونستطيع أن نضيف إلى العلم، فأضفنا نظريات سبعة، فالفقير امتدادا لهذا العلم، تعرفون جميعا أنتم المبادئ العشرة، صح؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى واندرى الجميع هذا الشرف. فماذا فعلت؟ فأخذت هذه المبادئ العشرة وحولتها امتدادا لعمل هذه المدرسة إلى ماذا؟ إلى مدخل إرشادي للبحث العلمي بعامة. ما معنى هذا؟ أخذت هذه المبادئ العشرة وحولتها لمنهج يمكن من خلالها أن تسير في أي بحث علمي. كيف؟ ذهبنا إلى المبادئ وجعلناها عوالم. أنتم تعرفون أن هناك ما يسمى بالعوالم، في عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم الأحداث، وأضاف سيدي نور الدين عالم الرموز. فماذا فعل؟ فقلت أن الحد وهو التعريف هو عالم ماذا؟ هو عالم المفاهيم، والحد والموضوع، والموضوع عالم المجالات، والثمرة عالم المقاصد، وفضله قال لك ثم الثمرة وفضله، والفضل عالم الرتب،
والنسبة عالم العلاقات، وفضله هو نسبة والواضع عالم النشأة، والاسم عالم الشعار، والاستمداد عالم المصادر، وحكم الشارع عالم المرجعية، والمسائل عالم التفاصيل. 10 عوالم. أصبح بهذه الطريقة أي شخص يريد أن يكتب بحثاً علمياً، أنتم جميعاً اللي في الدراسات العليا عنده مشكلة في كتابة خطة البحث، صح؟ لو أنه تبنى هذه المبادئ العشرة يستطيع أن يطبق هذا في إيه؟ في إعداد خطة البحث. أول شيء يعرف البحث، يضع حداً لهذا البحث، ثم يبين ما قال هذا البحث، ثم يبين فائدة وأهمية هذا البحث، ثم يبين رتبة هذا البحث ما بين الأبحاث العلمية، ثم يبين علاقة هذا البحث بالأبحاث الأخرى التي في المجال العلمي، ثم يتكلم من كتب قبله في هذا البحث، ثم يتكلم عن لماذا اختار اسم هذا البحث ليبين قيمة هذا البحث ويختزل قيمته في هذا، ثم يتكلم عن الاستمداد عن مصادر هذا البحث، ثم يتكلم على علاقة هذا البحث بالعلوم الإسلامية، ثم يبين خطة هذا البحث. رأيتوا؟ يبقى إذن هذه المبادئ العشرة نستطيع أن نستخدمها، وأنا قد فعلت هذا في بحثي للدكتوراه، يعني طبقت هذا على نفسي في بحث الدكتوراه. صحيح الأساتذة استغربوا لأنه يخالف النموذج المعرفي الإيه؟ الغربي الذي يبدأ بالمشكلة. ما فائدة هذا النموذج؟ أنه لا يبدأ بالمشكلة ولكن يبدأ بالحقيقة. مش أنتوا عندكم ما هو الحد يعرف إيه؟ الحد يعرف الإيه؟ حقيقة الشيء، صح؟ طيب وأنتم عندكم في بداية العقائد النسفية ماذا يقول؟ وحقائق الأشياء هم لا يبدأون من الحقائق ولكن يبدأون من المشكلة، لأنهم حقائق الأشياء ليست ثابتة عندهم، لكن حقائق الأشياء ثابتة عندنا، ولذلك لابد أن نبدأ من الحقيقة. وحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متعين خلافا للسوفسطائيين، صحيح؟ مش هذا الذي حدث؟ إذن نحن لابد أن نعبر عن نموذجنا المعرفي، ولذلك السمة التي بعد ذلك كم؟ السمة السابعة ولا الثامنة؟ السمة الذي بعد ذلك بأن هذه المدرسة تهتم بالكلام عن النموذج المعرفي. عن النموذج الإيه؟ المعرفي. إيه يعني إيه النموذج المعرفي؟ البارادايم. نموذجنا المعرفي هو الذي نجيب فيه عن الثلاثة أسئلة. وأنا أحب أن أرسمها كخلية النحل، 6 أضلاع. يعني أول شيء نجيب على سؤال من أين أتينا؟ وهذا هذه الأسئلة الثلاثة هي التي بنيت عليها كل الفلسفات. تخيلوا كل الفلسفات بنيت على هذه الأسئلة الإيه؟ على الكلام على هذه الأسئلة الثلاثة اللي هي من أين أتيت وكيف أسير، من أين أتيت لهذا الكون وكيف أسير في هذا الكون، وإلى أين المصير بعد هذا الكون، صح؟ فالسؤال الأول من أين أتيت؟ أتيت من عند الخالق، فأنا مخلوق، يبقى أتيت من عند الخالق، فهناك خالقية الله، وأنا مخلوق، هذا الضلع الثاني. يبقى الضلع الأول الله هو خالقي، وأنا مخلوق مكرم، فأنا سيد في الكون وليس سيدا للكون، لأن سيد الكون من؟ الله. ثم والكون مخلوق مسخر، الضلع الثالث. ثم والكون مخلوق مسخر. ثم هذا أجبت على سؤال من أين أتيت؟ أتيت بالخلق وأنا مخلوق مسخر والكون وأنا مخلوق مكرم والكون مخلوق مسخر. ثم بعد ذلك يأتي الجواب على سؤال وكيف أسير؟ كيف أسير؟ أسير وأنا مكلف، الضلع الرابع، أنا مكلف، والتكليف عنوان التشريف، فلماذا كلفني الله؟ لكي يشرفني. وبأي شيء كلفني؟ كلفني بمقاصد الخلق الثلاثة، كلفني بالعبادة، وكلفني بالعمران، وكلفني بالتزكية، وكلفني بالحفاظ على المقاصد الخمسة، حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ المال. ثم بعد ذلك وبهذا أكون قد أجبت على سؤال كيف أسير؟ أسير مكلفا لأحقق مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك ماذا أفعل؟ إلى أين المصير؟ يكون الإيمان باليوم الآخر،
وهذا هو الضلع السادس. يبقى 6 أضلاع كخلية النحل. الله خالقي وأنا مخلوق مكرم والكون مخلوق مسخر وأنا مشرف، وشرفي يكون بأن أقوم بالمقاصد الخلق الثلاثة وأن أحافظ على المقاصد الخمسة للشريعة، ثم بعد ذلك يكون اليوم الآخر الذي أعود فيه إلى الله. هذا هو النموذج المعرفي الإسلامي البرداي. عندما تفتح رأس المسلم ستجد هذه العناصر الستة في عقل المسلم، فإذا وقتها في عقل أي إنسان فهو مسلم. أيضا من سمات هذه المدرسة أنها تؤمن بشيء اسمه النماذج الأربعة. النماذج الأربعة تتكلم عن نماذج أربعة للتعايش. النموذج الأول نموذج مكة، النموذج الثاني نموذج الحبشة، النموذج الثالث نموذج المدينة في أول أمر دخول رسول الله وهو نموذج فيه تنوع، والنموذج الرابع هو نموذج المدينة في نهاية الأمر والذي فيها المسلمون فقط. فهي نماذج يمكن من خلالها أن نتعامل مع كل البلاد. فإن كنا مضطهدين في بلد من البلاد فنحن في نموذج مكة، وإن كنا في بلد يسيطر علي أهل الكتاب ونعيش آمنين فنحن في الحبشة، وإن كنا في المدينة نعيش في مجتمع متنوع الذي يقترب إليه مجتمع مصر فنحن في نموذج المدينة الأول. وإذا كانت بلدة ليس فيها إلا المسلمون كأرض الحجازي التي فيها الحرمين التي لا يدخلها غير مسلمين، فإيه اللي حاصل؟ فتكون نموذج المدينة إيه؟ يجوز نموذج المدينة الثانية. وبهذا يكون كل مكان في ديار في أي ديار من ديار الناس صالحا لكي يعيش المسلم فيه تعايشا بالسلام والمحبة والوئام. فنحن نؤمن بهذه النماذج الأربعة وهي نماذج للتعايش. أيضا ندعو في هذه المدرسة لفقه حب الحياة، فهذه مدرسة تحب الحياة، هذه مدرسة لا تكره الحياة، ولكن هذه المدرسة ماذا؟ تحب الحياة. ما معنى أن هذه مدرسة تحب الحياة؟ هذه مدرسة لا تكره نعمة الله، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمني المؤمنين مناهم بالحياة، أو من كان ميتا فأحييناه، ثم يقول أيضا في قوله تعالى: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإن كان مؤمنا ماذا؟ سنمن عليه بالحياة الطيبة. إذن الحياة تحب ولا تحب؟ الحياة تحب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حب يلي من دنياكم. إذن من الذي حببه في هذه الحياة؟ الله. ولذلك هذه المدرسة تتبنى ماذا؟ فقه حب الحياة ولا كراهية الحياة. وحبنا وفقه حبنا للحياة هو الذي يجعلنا نحب التنمية ونحب الترقي ونحب العبران ونحب الجمال ونحب الرفاهية، نحب كل هذا. لماذا؟ لأننا نحب الحياة وندعو إلى حب الحياة ونعيش بفقه حب الحياة، فنسعى إلى إصلاح حال الناس ونجعل من مقاصد الشريعة الجزئية التشوف إلى ماذا؟ إلى البقاء على الأسرة. لماذا؟ لأننا نحب الحياة. نتشوف إلى تصحيح عبادات الناس لأننا نحب الحياة. نتشوف إلى تصحيح معاملات الناس لأننا نحب الحياة. فكل هذا جاء من حبنا للحياة والإنسانية. من سمات المدرسة أيضا هذه المدرسة مدرسة أزهرية، فهي مذهبية، فهي أشعرية، ومع إخواننا الماتردية، وكذلك ماذا؟ صوفية. ولذلك نحن نؤمن بتصوف يمكن أن نطلق عليه التصوف السلفي. ما معنى التصوف السلفي؟ مش تصوف المتمسلفة، لا، التصوف السلفي في مقابلة التصوف الفلسفي. نحن لا نقول بالتصوف الفلسفي، ولكن نقول بالتصوف الذي يمزج ما بين العلم والعمل. فهو تصوف نتعلم فيه ونعمل بما تعلمنا. طب لماذا؟ يظهر هذا في سمة مهمة في هذه المدرسة، أن هذه المدرسة، وهذا ما لا يقوله سيدي نور الدين كثيرا، أنت إذا ذهبت وكلمته عن الكرامات
فهو يؤمن أن تتحول الكرامات إلى إجراءات حياة. يعني لو كلمته عن كرامة من كرامات الصالحين يحول هذه الكرامة إلى إيه؟ إلى إجراء في الحياة. فلو كان مثلا شخص شديد وذكي، تجد كل القصص التي يحكيها عن الكرامات قصص كلها تتعلق بالأخلاق. يقول مثلا أن سيدي عبد العزيز دباب كان عنده امرأة تؤذيه فيصبر عليها، فلما سألوه لماذا تصبر عليها، هذه كرامة كبيرة، صابر هي تؤذيه ولا تعرف مكانته وتؤذيه وهو من كبار الأولياء، فلما سألوه لماذا لا تطلقها، قال لكي لا يبتلي الله بها مسلما آخر. ها؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. فبأي شيء حدثت الكرامة؟ بحسن الخلق. فيعلمنا شيخنا بأن الكرامات تحسن بحسن الخلق، وأننا لا نطلب كرامة، حتى وإن كانت كرامة سنحول الكرامة إلى حسن الخلق، لأن التصوف خلق وسنستمر في حسن الخلق. فإذا ظهرت لك كرامة فهي ليست مقصودة، ولكن المقصود ماذا؟ حسن الخلق. هذا من أهم سمات هذه المدرسة. ولذلك المدرسة هذه المدرسة لا تهتم كثيرا بماذا؟ بإظهار الكرامات. نعتبر، ولذلك سيدي نور الدين يقول إيه؟ كلام كان يقوله سيدي محمد زكي الدين إبراهيم وهكذا. فيقول إيه؟ أعظم كرامة لولي هي الدلالة على الله. أعظم كرامة لولي هي الدلالة على الله، أن يدل على الله، يدل على الله بحاله ومقاله. هذه الكرامة. طب وإذا ما كانش كده يبقى ما فيش كرامة. يبقى الكرامة هو إيه؟ أن تدل على الله. وهذا مهم. أنا سأذكر سمة أخيرة لهذه المدرسة، وهو أن المدرسة تهتم بالإفتاء. وتهتم بالإفتاء بمعنى أنها تهتم بإنزال الإفتاء على العوالم المختلفة. على عالم، فتراعي عالم الأشياء وتراعي عالم الأشخاص وتراعي عالم الأفكار وتراعي عالم الأحداث وتراعي كمان عالم الرموز. أنا تكلمت كلاما سريعا في ذكر أظن 10 أو أكثر من سمات هذه المدرسة. ربما نجلس مرة ويكون الوقت متسعا فنتكلم مثلا عن 30، وأنا عندي خطة في نهاية 2017 أن أنتهي إلى 50 سمة من سمات هذه المدرسة، أن نفتتها وتصل إلى 50 سمة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين على طاعاتك محافظين. اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن صاحب هذه المدرسة سيدي وإمامنا سيدي الإمام العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة سيدي نور الدين، الذي به يسر الله لنا وفتح الله علينا وبارك الله لنا وأنزل الله سبحانه وتعالى علينا الأنوار بسره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي أنواره وأن يبقي أسراره وأن يفتح علينا به وأن يظل صلتنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين، وإلى حضرة النبي الفاتح.